ان شاء الله خير، جزاك الله خير. كنت اصلي المغرب مع الامام، تاخرت على الركعه الاولى من حقيقة، يعني صليت من الركعه الثانيه مع الامام. فانا اصلي، الامام سلم، سلمت معه، فصليت المغرب ركعتين. هل اصلي سجود سجود يعني اصلي ركعه واحده ام اصلي المغرب مره اخرى ثلاث ركعات؟ قاعد؟ نعم؟ قاعد السؤال. الامام صلى في صلاه المغرب، انا ما لحقتش الركعه الاولى، فصليت معاه في الركعه الثانيه. فصليت الثانيه والثالثه. طيب. والاولى ما لحقتهاش، فانا المفروض اقوم، يعني الامام يسلم انا اقوم اصلي الركعه الثالثه. صح. انا لقيتني سلمت مع الامام. ايوه. فانا يعني لكن المفروض ان انا اعيد المغرب كله واصلي الثلاث ركعات ثاني، ولا اصلي ركعه واحده؟ لا، لان الفصل الفصل طال فتعيد الصلاه كلها. لكن لو انت في حينها سنقول لك قم ائت بركعه واسجد للسهو لانك سلمت، لكن الان الوقت طال، اعد الصلاه كلها. جزاك الله خير يا شيخ. وياكم على السلامه.